بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من يلا نذاكر مع بعض بصوت عالي. هنتكلم النهاردة في كتاب القصر العيني عن Determinants of Health. Determinants of Health يعني محددات الصحة، إيه الحاجات اللي بتحدد Level of Health، هيكون عالي هيكون كويس هيكون سيء مقارنة بغيره ولا لأ. إيه Determinants of Health؟ بيقول There are many factors that influence our health. في عوامل كثيرة بتأثر على صحتنا. These are often called determinants of health. يبقى إيه هي determinants of health؟ هي the factors that influence our health. To improve the health of our population. لما نحب نحسن وضع صحة الـ population بتاعنا، we need an approach that addresses all the factors that influence it. يبقى عشان أحسن الوضع الصحي للمجتمع اللي أنا هشتغل عليه أو المجتمع اللي أنا عايش فيه، لازم أدرس إيه الـ factors اللي ممكن بتأثر على هذا الـ level of health. It is not enough to address any single factors alone because of the way that all of the factors interact. يبقى ما ينفعش ان انا ادرس فاكتور واحد، لازم ادرس جميع العوامل لان العوامل بتتفاعل مع بعضها. يعني بتلاقي مش مثلا عدم ممارسة الرياضة لوحده ممكن يؤدي للدايابيتس، لا، عدم ممارسة الرياضة مع الباد هابتس بالنسبة للدايت او النوتريشن مع السموكينج مع، فهتلاقي الفاكتورز متداخله مع بعضها، فلازم ادرسها كلها مع بعضها كباكج. اول حاجه ممكن بتاثر عندي الانكم اند سوشيال ستيتس. انا هو في كتاب الاصل عندي بصراحه ذاكرهم بطريقه مش عجباني، انا هقراها وبعدين هلخصها لكم بطريقه بسيطه وسهله، او هلخصها لنفسي انا بذاكر بصوت عالي. الانكم اند سوشيال ستيتس رقم واحد، الانكم اللي هو الدخل، والسوشيال ستيتس له حاله اجتماعيه. بيقولوا ان الهيلث ستيتس امبروفز ات ايتش ستيب اب The income and social hierarchy. High income promote living conditions such as safe housing and the ability to buy sufficient good food. The healthiest populations are those in societies which are prosperous and have an equitable distribution of wealth. طبعا هو كده بيقول ان العلاقه او الريليشن بين الهيلث والانكم علاقه، والسوشيال ستيتس علاقه طرديه. طبعا مش دايما علاقه طرديه، في مجموعة من الديزيزز بتبقى مشهورة جدا بين الناس الهاي انكم، شكل الديابيتس، شكل الهايبرتنشن، شكل الكانسرز، بينما اللو بوبيوليشن او اللو سوشيو ايكونوميك ليفل بوبيوليشن منتشر بينهم اكتر الانفكشس ديز والكومونيكابل ديزيز اللي هي متعلقة بالبابارتي والباد هاوسنج كونديشنز والكلام ده. فمش عايزين نقول دايما ان الانكم العلاقة دايما طردية، لا، كل الابحاث بتقول العلاقة ليست طردية دائما، ممكن تكون طردية في بعض النواحي وعكسية في بعض النواحي التانية. فالإنكم من سوشيال ستيتس كفاكتور هي بتأفكت الهيلث. أفكت الهيلث ممكن ترفع من الليفل أوف هيلث عشان هي بتوفر افيلابيليتي أوف فاسيلتيز، بتوفر الفاسيلتيز، بتوفر السيرفيس، الهيلث سيرفيس، بيكون معاها في الغالب هاي ليفل أوف إديوكيشن فتبقى بتحسن. لكن في نفس الوقت الهاي إنكم بيكون معاه باد نوتريشنال هابتس. مثلا الاطفال بياكلوا كتير جدا، بالذات عند الاطفال بياكلوا كتير جدا حاجات اللي هي السناكس والكلام ده لان معاهم فلوس، بياكلوا بروتين اكتر واكتر وفات كتير، وبالتالي ده كله بيأثر على الهيلث من ناحيه ثانيه. فالاثنين مع بعض العلاقه هي افكت، افكت. يبقى الانكم سيستم رقم واحد. اثنين، سوشيال سبورت نتوركس. في فرق بين السوشيال ستيتس الحاله الاجتماعيه وبين السوشيال سبورت نتوركس. السوشيال سبورت نتورك سبورت فروم فاميليز فريندز كوميونيتيز از اسوشيتد وذ بيتر هيلث افكتيف ريسبونس تو ستريس اند ذا سبورت اوف فاميلي اند فريندز سيم تو اكت از ا بافر اجينست هيلث بروبلمز. يعني بيعادل الهيلث بروبلمز ويعاكسها لما يكون عندك سوشيال سبورت نتورك. الحاجه الثالثه الاديوكيشن. قال لك ان الهيلث ستيتس امبروفز وذ ليفل اوف اديوكيشن. Education increases opportunities for income and job security. يبقى الهيلث بيأثر ازاي؟ الإديوكيشن بيأثر ازاي؟ الهاي ليفل اوف إديوكيشن هيؤدي إلى إن الواحد يعرف يحصل على وظيفة وبالتالي بهاي إنكم. ولما اتكلمنا عن الإنكم قلنا إن الهاي إنكم يخلي يدي فرصة للواحد يتعلم كويس ويبقى ثقافته عالية، فبرضه تأثر. فعشان كده حتة اللي ما قلنا إيه؟ مالتي فاكتوريالز. الفاكتورز بتأثر من خلال بعضها في الهيلث. فالإنكم يؤدي إلى High level of education، والhigh level of education هيؤدي إلى high culture وبالتالي هيأثر على level of health يرفع من مستواه. الhigh education هيدي فرصة للإنسان الhigh educated إنه يلاقي وظيفة وبالتالي يحسن من
الانكم بتاعه، فلما الانكم بتاعه يزيد هيبقى عنده وفر انه ممكن يصرف على الخدمات الصحيه والهيلث سيرفيس والهيلث فاسيلتيز وهكذا. ندخل بعد كده على الامبلويمنت اند وركينج كونديشنز اللي هو الاوكيوبيشن المهنه والوظيفه، ومش مجرد بس المهنه كنوع المهنه وطبيعه المهنه، لا حتى ان الواحد بيشتغل او ما بيشتغلش، قضيه عشان كده الامبلويمنت. Employment and working conditions. Employment and unemployment is associated with poor health. يعني الواحد اللي مش موظف اللي مش شغال دايما في poor health. Unemployment is associated with poor health. People who have more control over their work circumstances and fewer stressful job demands are healthier and often live longer than those involved in more stressful or riskier work and activities. طبعا موضوع الاوكيوبيشن اند هيلث ده موضوع واسع جدا. اول نقطه في موضوع هو امبلويد ولا مش امبلويد، يعني الشخص اللي شغال ولا مش شغال، متوظف ولا مش متوظف، عنده مهنه بيشتغل فيها ولا ما عندهوش. لا شك ان اللي ما عندهوش معناها انه اولا في ستريسفول كونديشن دايما لانه مش شغال، وبالتالي معهوش فلوس، وبالتالي مش وكمان مش عارف يصرف على الهيلث فاسيلتيز اند هيلث سيرفيس، فمش عارف يتلقى الخدمه الصحيه لانه معهوش فلوس وما عندوش ضمان اجتماعي. ده ناحيه. طب لو شغال، الشغل نفسه في حد ذاته هل في الستريسفول كونديشنز، هل في ريسك فاكتور اكسبوجر ولا لا؟ حسب الريسك فاكتور اكسبوجر بيكون سسبتبل لديزيزز معينه اكتر من غيره، فاللي شغال مثلا في مكان فيه نويز معرض اكتر لموضوع الهيرنج لوس، ومعاها طبعا بعد كده الهايبرتنشن والديابيتس بسبب الاستريس والكلام ده بسبب النويز كونديشن وتاثيراتها الثانيه والتأثيرات الهرمونية وغيرها. اللي بيشتغل في مكان فيه كيميكالز، اللي بيشتغل في مكان ناس بتشتغل في الزبالة والكلام ده أكرمكم الله ربنا يعينهم، الناس دولت بيتعرضوا دايما للبيولوجيكال أورجانيزمز بكتيريا وفيروس وغيرها. فالإمبلويمنت تأثيره على الإمبلويمنت نفسه، تأثيره على الهيلث لأكثر من بعد ولأكثر من شكل، بيأثر بطريقة مباشرة وبطرق غير مباشرة. راجع نكلمني تاني عن السوشيال انفايرمنتس، انا شايفها لا تختلف عن السوشيال ستيتس اند السوشيال نتورك، اتكلمنا عنهم قبل كده. بالنسبه للجيوغرافي، whether people live remote rural communities or urban centers can have an impact on their health. وبرضه هتلاقي ان التاثير الجيوغرافي، الجيوغرافي ليه تاثير افكت واسع جدا على الهيلث. اولا الجيوغرافي ده يشمل نوع الصوير اللي انت عايش فيه، الصوير انت او نوع التربه، التربه ديت هل هي رمليه هل هي ولا هي طينيه، لان كل نوع من التربه بيتولد عنه نوع من الزراعه، وبالتالي نوع النيوتريشن هيتغير، اللايف ستايل بتاع النيوتريشنال ستايل هيتغير، وبالتالي هيكون ليه تاثير على الهيلث. كمان ان بعض الاورجانيزمز بتعيش في سويل من نوع معين ما تعيش في النوع الثاني، برضو بوفره البيولوجيكال اورجانيزمز. كمان الجيوغرافي الكلايمت نفسه، الجيوغرافي ده بيأثر على الكلايمت، والكلايمت ده هيأثر على الهيلث. فحتة إن أنت عايش في رورال أريا ولا في أربان أريا، الرورال والأربان والخلاف بينهم والفرق بينهم وتأثيره على الهيلث. الأربان في الرورال أريا مثلا بينتشر أكتر فيه الإنفكشس ديز والكلام ده عشان البيولوجيكال أورجانيزمز اللي موجودة، لكن بسبب الكونديشن أو الإنفايرمنت اللي هم عايشين فيها. بينما في الأربان أريا المصانع والكلام ده والإير بوليوشن ليه ديزيز تانية، بالذات البلمونري ديزيز والكلام ده. فالجيوغرافي لها إفكت. لما نتكلم عن الفيزيكال إنفايرمنت، فيزيكال فاكتورز بنتكلم عن جزء داخل، لأن الجيوغرافي قد تكون فيزيكال قد تكون بيولوجيكال قد تكون سوشيو كالتشرال. فعشان كده بقول إن التنظيمة بتاعت الديترمنتس في كتاب القصر العيني مش مظبوطة مش حلوة. لانه بعد ما اتكلم عن السوشيال نتورك والسوشيال ستيت، وراح اتكلمنا عن السوشيال انفايرمنت، اتكلمنا عن الجيوغرافي، وبعدين يدخل اتكلمنا عن الفيزيكال انفايرمنت. طب ما هي ايه الفيزيكال انفايرمنت وايه الجيوغرافي؟ ذا فيزيكال فاكتور بيقول كده فيزيكال، معلش انا سريع ليه؟ لان حاسس ان الموضوع مش كويس، انا هحاول الخصه في الاخر، بس بحاول برضو افوت على الكتاب عشان يديني باك جراوند كويسه. فيزيكال فاكتور ان ذا ناتشرال انفايرمنت، فيزيكال فاكتورز ان ذا ناتشرال انفايرمنت، شكل الاير والووتر كواليتي، ار كي انفلونس اور هيلث فاكتورز ان ذا هيومن بيلت انفايرمنت such as housing or public safety, community and road design are also important influences. نتكلم عن الهيلثي تشايلد ديفلوبمنت، هيلثي تشايلد ديفلوبمنت بيقول ذا افكت اوف prenatal اند ايرلي تشايلد هود اكسبيرينس اون subsequent هيلث، ذا افكت اوف prenatal اند ايرلي تشايلد هود اكسبيرينس اون subsequent هيلث
will being coping skills and the competency is very powerful. Children born in low income families are more likely than those born to high income families to have low birth weight, to eat less nutritious food, and to have more difficulty in school. يعني بيقول ان الهيلث تشايلد ديفلوبمنت لها تاثير. الهيلث سيرفيس particularly just designed to maintain and promote health, to prevent disease and to restore health and the function, contribute to the population's health. يعني ايه health service؟ The availability of health service، الخدمات الصحية تكون available وتكون good utilized بتأثر على health. لما تكون مش available أو available بس مش good utilized، يعني ما بتستغلش بالطريقة السليمة، بتتسرق يعني بالعربي، بيكون لها bad effect على health. بالنسبة لتأثير الجندر على health، women are more vulnerable to physical violence, low income malnutrition, and health risks such as accidents, sexually transmitted diseases, physical inactivity. Measures to address gender inequality within and point the health system improve population health. لا يا جماعة بصوا كده، الجندر الإفكت بتاع الجندر على، يعني إيه جندر؟ يعني ميل ولا فيميل؟ الفيميل في ديزيز خاصة بيهم، في ديزيز هم مور سسبتبل ليها، هم مور اكسبوزد لبعض الديزيز. بينما الميل في ديزيز هم مور سسبتبل ومور اكسبوزد ليها بسبب طبيعه الاكوبيشن احيانا، بسبب طبيعه السوشيال نتورك اللي هو عايش فيها، بسبب الكالتشر. فبتختلف، عشان كده بنقول دايما ان الديترمنتس اوف هيلث هي مالتي فاكتوريال، ولازم ادرسها بالطريقه دي كمالتي فاكتوريال. يعني الفاكتور نفسه ممكن يكون بيأثر بطريقه مباشره، وممكن يكون بيأثر يعني الجندر مثلا ميل ولا فيميل، ممكن تأثر على الهيلث بسبب الجين جينيتك، ممكن يكون تأثيرها بسبب الانكم ان هو ميل وبتعرف يشتغل فبيجيب فلوس وليه دخل، وبالتالي الهيلث بتاعته بيكون احسن من الفيميل اللي بتعتمد على غيرها. ممكن بسبب الاوكيوبيشن، بسبب وظيفته، فبيتعرض لريسك فاكتور اكتر من الفيميل اللي قاعده في البيت فبيكون معرض اكتر. هي دي القضيه يعني مالتي فاكتوريال. الكالتشر برضو رقم 11 بتاثر على الهيلث طبعا. belonging to a particular race or ethnic or cultural group influence population health. رقم 12 personal health practices and coping skills. This refers to actions by which individuals can prevent disease and promote self-care, cope with challenges, and develop self-reliance, solve a problem, and make choices that enhance health. كلام فاضي. بعد كده البيولوجي and the genetic environment. يقول the basic biology and the organic makeup of the human body are fundamental determinants of health. Genetic endowment provides an inherited predisposition to a wide range of individual responses that affect health status. البيولوجي اللي هو المحتوى بتاع الـ environment، محتوى من الـ biologic agents، سواء كانت animals، سواء كانت agents positive agents of disease شكل بكتيريا أو viruses أو parasites. طيب دول 13 نقطة عشان تحافظوا بالطريقة دي صعبة قوي. لو حبينا هو هيذكرهم بعد كده وهيشرحهم بعد كده في حاجة اسمها الإبيديميولوجيكال ترايات. الإبيديميولوجيكال ترايات يا جماعة بسرعة عشان نقفل المحاضرة ديت اللي بقت وصلت دلوقتي 13 دقيقة. هلخص المحاضرة اللي فاتت ديت في كلمتين، ثلاث كلمات. الهيلث بتتأثر بثلاث حاجات أو بكرايتيريا بتاع ثلاث حاجات اسمهم الإبيديميولوجيكال ترايات اللي هم الهوست والإيجنت والإنفايرمنت. اول حاجه نبدا بيها الايجنت. الايجنت دوت اللي هو الكوزيتيف ايجنت اوف ديزيز، اللي هو ممكن يكون فيروس، بكتيريا، بارازايتس، فنجاي، صح كده؟ دي كلها حاجات ممكن تعمل الديزيز، ممكن تعمل ديزيز، هي كوزيتيف ايجنت اوف ديزيز. انواعها هتكلم عنها سواء زي ما قلنا بكتيريا او فيروسز او فنجاي او بارازايتس، وطبعا ده عشنا فيه في الباراسيتولوجي والبكتيريولوجي والكلام ده والفيرولوجي. هندخل بعد كده على الجزء الثاني وهو الهوست. ايه الكاركتيريا بتاعت الهوست او الكاركترستكس بتاعت الهوست اللي ممكن تخليه اللي موجوده في الهوست اللي هو انا وانت ممكن تخلينا ناثر في الهيلث اند ديزيز. واحد انا جمعتهم في كلمه سوهاج. سوهاج ده اسم بلد في مصر، عندنا محافظه سوهاج. الاس السوشيو ايكونوميك ليفل، السوشيال ليفل والايكونوميك ليفل زي ما اتكلمنا عنهم قبل كده. سوهاج. الاو الاوكيوبيشن الوظيفه، المهنه، طبيعة المهنة، متوظف ولا مش متوظف، ده الأو سوها. سوها الأو الإتش، الإتش عندنا اثنين، الهابتس والهيلث ستيتس. الهيلث ستيتس بمعنى لما يكون واحد هيلثي ويتعرض لريسك فاكتور هيكون عنده ريزيستنس أجينست الديزيز، غير لما يكون واحد أنهيلثي، غير لما يكون واحد دايبيتك، واحد هيباتك، واحد
عنده هايبرتنشن، فبيكون واحد الاميونيتي بتاعته من ضمن الهيلث ستيتس، الاميونيتي ستيتس، واحد الاميونيتي بتاعته فيها مشكله، عنده مثلا اتش اي في، عنده اميونوكو، بياخد اميونو سبريسيف دراجز، فده بيكون الاكسبوجر حتى لو يعني بيكون مور سسبتبل للديزيز اكتر من مين؟ من الهيلثي. يبقى ده الهيلثي الاتش الاولانيه. الاتش الثانيه او رقم اثنين في الاتش اللي هي الهابتس. لما يكون واحد سموكر بيكون مور اكسبوز للانج ديزيزز والكانسر، وكلامنا على الواحد نون سموكر. لما يكون واحد بيعتمد في اكله اكتر، عنده باد نوتريشنال هابتس، بياكل اكتر من ال، يبقى دي كده الاتش الثانيه الهابتس، زي ما قلنا كده النوتريشنال هابتس، السموكينج. يبقى سوها الاتش. الايه بقى؟ الايه اللي هو الاتش. الاتش طبعا واحد من الفاكتورز او الديتيرمينانت اوف هيلث، طبعا حتى ما اتذكرتش هنا. الايج واحد من اهم ديتيرمينانتس اوف هيلث. في ديزيز منتشره بين التشايلد اكتر، في الانفكشنز اكتر من التشيلدرن مثلا، بينما مثلا فينيريال ديزيز في الادلت والادوليسنت، بينما مثلا الديجنريتيف ديزيز اللي بتحصل في الجوينتس والكلام ده اكتر للناس الكبار، والهايبرتنشن والديابيتس والكانسر اكتر في الاولد ايج. فواحد من اهم ديتيرمينانتس اوف هيلث الاي. سو ها الجي، الجي عندنا اثنين، الجندر والجينيتك. الجندر اتكلمنا عنه مين وفي مين، والجينيتك اللي هو الفاميلي هيستوري. واحد عنده فاميلي هيستوري بهايبرتنشن هيكون مور سسبتبل يحصل له هايبرتنشن عن اللي ما عندوش فاميلي هيستوري، وهكذلك بمعظم الامراض اللي لها علاقه بالجينيتك ستيتس او بالفاميلي هيستوري. سو هاج، يبقى كده خلص موضوع الديتيرمينانس اوف هيلث، لخصناه في اللي هو الابيديميولوجيكال ترايات. حتى لما تيجي تعرضه تعرضه بطريقه منظمه وهتحفظه احسن بالطريقه دي. هذا والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر في جلسة مذاكرة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.